جمال شعبان عميد معهد القلب السابق. دكتور، كنا بنتكلم على قهرة القلب وكسرته ممكن تؤدي للموت. طبعا كسرة القلب والزعل ممكن تؤدي إلى الموت، والكلمات أحيانا تكون لكمات وأحيانا تكون طلقات قاتلة، زي ما حصل في المرحومة رضينة، يا رب تقبلها شهيدة ويا رب ألهم والديها الصبر والسلوان. الزعل مؤثر جدا، والكلمة ممكن تكون سبب فعلا لتوقف القلب، لأن الواحد لما بيزعل، وبالذات الزعل اللي هو مكبوت يعني ما بيعبرش عنه، ممكن تحصل له قهرة داخلية. علميا بيطلع كمية كبيرة جدا من الأدرينالين، بيسموه أدرينالين ستورم، عاصفة أو إعصار الأدرينالين، وده هرمون الزعل والخوف والرعب والقتال. ده ممكن يعمل زي كرام بتقلص في جدار الشريان التاجي، عضلة بسيطة كده في جدار الشريان التاجي اللي بيغذي القلب، ممكن من الزعل الشديد تقفل نتيجة الأدرينالين بكمية كبيرة، فتعمل زي ذبحة صدرية أو جلطة مؤقتة قد تنتهي باختلال كهربي حاد والقلب يتوقف مباشرة بدون مقدمات. نحمي يعني أنفسنا إزاي؟ إزاي، كيف نحمي أنفسنا من الزعل والوجع؟ أنا دايما كنت بسأل دكتور مجدي يعقوب عن هذا الأمر، كيف نحمي أنفسنا؟ كنت لسه حضرتك بتسأليه وأنا سمعت الحوار الجميل ده، بحييكي على هذا القرار، وكانت إجابة السير جميلة، بس أنا هضيف حاجة. الزعل والتكيف مع ضغوطات الحياة ده مشوار حياة، زي ما بنقول المناعة الجسدية مشوار حياة، أيضا المناعة الروحية والنفسية مشوار حياة. يعني المناعة الجسدية مش بقرص فيتامين أو بشوية حاجات انستراكشن، لا ده منهج حياة. أيضا مقاومة الزعل وضغوطات الحياة والتكيف مع ضغوطات الحياة دي عايزة تدريب وتربية. بس دي بنت صغيرة يا دكتور، دي بنت صغيرة عندها 16 سنة. هذا الجيل محتاج من يربيه، سواء اللي هو تنمر أو اللي حصل عليه التنمر. اللي تنمر هنقول له يا حبيبي الكلمة صعبة والكلمة قاسية، ولابد أن تختار الكلمة، ولابد أن تعرف أن الجمال مش بالشكل، الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم مش إلى صوركم. لو جالك واحد شكله دميمة وربنا ما ادالوش شكل حلو، ده مش مبرر ان انت تنتقده، لازم تبص الى الجمال. ايضا الشخص الذي تم التنمر عليه لازم يعرف ان في مناطق للجمال حتى لو مش باينه، الجمال الداخلي لازم ندور على مناطق الجمال الداخلي، وعوض القصور في الجمال الشكلي بجمال الاخلاق والطباع والتفوق واثبات الذات. فاحنا محتاجين نعيد تربيه هذا الجيل في هذه النقطه. اما مقاومه الزعل، لازم نبقى عارفين ان احنا في رحله الحياه، في رحله كبد، كما قال المولى عز وجل خلقنا الانسان في كبد، اي تعب وعناء ومشقه ومكابده، تعب كلها الحياه. لازم تبقى عارف ان انت طول ما انت في الدنيا هتقابلك صعوبات ولازم هتتخطاها. احقنوا هشاشه الروح بكلسم اليقين والايمان بالله والصبر على الشدائد والاستعانه بالاصدقاء، واستعينوا بالصبر والصوم نصف الصبر، واستعينوا بالصلاة أيضا والدعاء والتقرب إلى الله وصحبة الخير وأصدقاء الخير. شكرا دكتور جمال شعبان عميد معهد القلب سابقا.